الصبر على ضمير الله دائما ما يأتي بعد الشعور بالتعب والحزن والإحساس بالظلم وبذل المجهود واستنفاد الطاقة، وبعد الدعاء والابتلاء وبعد كل شعور كان ثقيل على نفس الإنسان يأتي عرض الله لينسيك ما فقدت وما رأيت. فاللهم العوض الجميل بعد الصبر الطويل. وكل باب وإن طالت مغالقه يوما له من جميل الصبر مفتاح. كم من كروب ظننا لا انفراج لها حتى رأينا جليل الهم ينزاح. فاصبر لربك لا تيأس فرحمته للخلق ظل وللأيام إصباح.